المنتج الكبير كامل أبو علي عمل حفلة في الغردقة وديه عشان تنشيط السياحة وحضرها عدد كبير من النجوم. كاميرتنا كانت موجودة، تعالوا نشوف مع بعض التفاصيل أكتر عن الحفلة. النهارده أنا شايف إن دي فرصة كويسة جدا إن احنا بنعمل الخطوة، وأنا سعيد جدا إن كنا يعني صاحب هذه الخطوة رغم إن الفنادق بتقفل، إحنا بنفتح النهارده وراح الـ ITB إن شاء الله اللي هو المعرض البورصة برلين بفندق جديد بتسويق جديد، وأتمنى يعني إحنا كلنا لازم نبص لقدام ونعيش مع الأمل. وهتكون برضه رسالة للسادة المسؤولين برضه إن لازم كلنا نتحرك. فرحان ان في ظل الازمه اللي بتعيشها السياحه في مصر ان يبقى في مستثمر قادر يواصل طريقه ويبني فندق بالضخامه ديت وبالنظام العمل اللي فيه شديد الدقه. ويعني رجال الاعمال هنا بيجي دورهم بجد ان هم راس المال يقولوا جبان، مش كده؟ فلا كامل ابو علي انا بشوف ان هو واحد من المستثمرين ما بيطبقش قاعدة حكاية جبن رأس المال، وفي ظل الأزمة اللي بتعيشها مصر بيقدر يبني صرح كبير زي ده، ونلاقي كمان الفندق شغال وفي سياح وفي نسبة إشغال كبيرة. كل ده أكيد محتاجينه في الفترة الحالية. جايين تو سبورت مستر كامل أبو علي، وبنحييه وبنشكره على دعمه لكل حاجة من خلال السياحة. ده واحد هو يعني ربنا يعينه وغني عن التعريف على شوف مستويات الأوتيلات بتاعته في الجمهورية عاملة ازاي، ومن خلال الفن كمان في نوع الأفلام اللي عملها وجرأته. يعني تحياتي ليه، شفت فيلم كريم عبد العزيز الفيل الأزرق، شفت تكلفته قد ايه وشفت تصرفه ازاي، والحمد لله كمان انه الفيلم عمل إيراد كبير. يعني فمستر كامل أبو علي يعني مشرف سواء في السياحة أو في الفن. فنانين كتير موجودين ومصرين إنهم يبقوا موجودين، لأن ده واجب وطني علينا، بلدنا محتاجة لنا إن إحنا نبقى موجودين. رجل أعمال زي أستاذ كامل بيعمل عمل استثمار في وقت كل الناس خايفة ويقولك السياحة والسياحة مضروبة، لا هو بيبني أوتيل فخم جدا جميل جدا مشرف لنا في مصر، ولابد أن يكون قدوة لكل رجال الأعمال. ابنوا استثمروا في بلدكم، المصريين والغير مصريين تعالوا، بلدنا أمان، بلدنا جميلة، الغردقة قطعة من الجنة، بحر مش موجود ولا في الكوتديزيور بتاع فرنسا. يعني البحر الأحمر أنا بشوف أنه أجمل بحر في العالم، شاطئ بجد رائع وجميل، حمامات سباحة وألعاب، قرية سياحية كبيرة فيها كل مقومات السعادة لأي سائح. فأنا الحقيقة بقضي أجازة، يعني عندي أجازة يومين من ليالي الحلمية، وقلت أنتهز الفرصة أجي أحضر الافتتاح وأستمتع يومين بجو جميل وبشاطئ جميل أنا محتاجة لهم. البلد زي ما احنا شايفين الحمد لله الأمور داخليا كويسة، الحمد لله مستقرة، مفيش مشاكل، في سياح أجانب موجودين هنا، وإحنا عارفين أهمية السياحة كدعم للبلد ودعم الاقتصاد المصري. فنتمنى الناس ترجع وترجع مصر زي الاول، لان في بيوت كتير جدا مفتوحه بسبب السياحه دي، في ناس كتير جدا في مصر بتشتغل في القصه دي. الاقتصاد المصري اكيد مرتبط بالموضوع ده، ونتمنى يعني وجود الناس عندنا هنا دليل ان البلد مستقره والبلد امنه ومفيش مشاكل عندنا. فنتمنى الامور كلها تبقى احسن ومصر ترجع افضل من الاول بكتير ان شاء الله. انا كراقصه شرقيه اهم حاجه عندي في السياحه، يعني ما يهمنيش غير السياحه عامه، لاني كراقصه شرقيه على مستوى العالم يهمني قوي سياحه بلدي والسياحه الخارجيه، لان احنا راس شرقي كمان اللغه الانجليزيه على مستوى العالم. فطبعا وبالنسبه لمصر، لان لما بيجوا هنا اي وفود بتيجي تتفرج على الراس الشرقي، وده شيء مهم جدا. عندنا انترفيوز كتيره جدا واخبار مش هتشوفوها غير في برنامج عين وبس. احنا هنطلع لبريك اعلاني ونرجع تاني وبرنامج عين.